استقبلت مدينة العلمين الجديدة عددا من طلاب الجامعة الأمريكية ضمن خطة وزارة الإسكان للتعريف بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة. شملت الزيارة تفقد المدينة الترفيهية والتراثية والممشى السياحي، بالإضافة للبلازا وعدد من أبراج العلمين وإطلالة الإسكان المتوسط. الزيارة دي طبعا جات لنا بناء على تكليف رئاسي بان احنا مشاركة الجامعات الدولية والطلاب بتوع الجامعات الدولية في زيارة مدينة العلمين وخاصة المنطقة الترفيهية بالمدينة، لنتعرف على المشروعات التنموية الموجودة بالمدينة ونشوف ايه هو يعني الولاد او الطلاب يبدأوا يشوفوا احنا ايه فعلا حجم الانجاز اللي بيحصل على الارض ويشوفوا الواقع فيه ايه. الشباب ممكن يكونوا مش بيسمعوا عن الموضوع ده قوي، فوجودهم للمدينة نفسه وان احنا نعمل لهم عرض مختصر كده في البداية ونعرض لهم فيلم عن المدينة كانت ايه وبقت ايه والفترة الزمنية اللي كانت فيها، ده حاجة هم اكيد ما يعني هم مش اوير قوي بالكلام دوت ومش على دراية قوي بيه، فلما ده هيحصل اكيد هيدخل جواهم ايه التنمية اللي بتحصل، ايه حجم المشروعات اللي بيحصل، المدى الزمني اللي بتحصل فيه المشروعات دي. طبعا احنا بعد ما عرضنا الموقف في برزنتيشن ونزلوا شافوا الشغل على الارض، في فرق كبير جدا من ان انت تشوف فيديو او تشوف برزنتيشن، وفي فرق ان انت تنزل السايت وتبدا تشوف المكان على الطبيعه شكله عامل ازاي. طبعا في انبهار بمعدلات الانجاز اللي تمت خلال الفتره في 4 سنين، وهم على المستوى الشخصي هم كمان فخورين ان بلدهم بتعمل كده. انا جيت من سنتين قبل كده وكانت لسه الدنيا ما اتظبطتش قوي، كان لسه في حاجات مش كامله، فانا كنت جايه النهارده بتساءل وصلنا لفين يا ترى وهنخلص امتى. فاول ما جيت وشفت كم التطور الهائل اللي حصل الصراحه كانت حاجه مبهره الحقيقه. يعني انا كنت دايما بسمع من بابايا ومامتي عموما على المشروع وبشوف الصور والكلام ده كله والكونسبت عموما عايزين يوصلوا لايه، واكيد كنت برضو باجي المنطقه هنا كتير بعدي على الشارع بره، فكنت بشوف شكل الابراج من بعيد وكل حاجه، بس دي اول مره ادخل جوه المدينه بالشكل ده. والحقيقه انا فعلا منبهر يعني ان الدنيا بتجري بالشكل ده، الحقيقه عاملين شغل كبير جدا، وانا عارف ان احنا لسه في المرحله الاولى، في الثانيه والثالثه والرابعه. وكان عندي سؤال حتى سألت لهم احنا هنلحق نخلص الحاجات دي قبل 2030 ولا لا، قالوا لي احنا فعلا يعني ممكن كمان كام سنه يكون خلص المشروع بالكامل.